بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على شهيد السجون. إننا هنا أمام روضة الشهيد جعفر الدرازي في الديه، نؤكد أننا ماضون على النهج الذي مضى عليه شهداؤنا في المطالبة بالحقوق، ونؤكد أننا لن نتخلى عن القصاص ممن قتل شهداءنا الأبرار، ونؤكد أيضا على ضرورة الحضور الحاشد في هكذا فعاليات للتعبير عن شكرنا وتقديرنا وامتناننا ممن ضحوا بأرواحهم للوطن. رحم الله شهداءنا الأبرار.